دي رجاء. وصل الكره دي رجاء باتجاه من ما فيهوش وضعيه تسلل. ضاعت هذه الكره الاخيره من البديل خيتر الذي خرج تقريبا وجها لوجه مع الحارس محمد سيدريك. رفع الكره ولكنه رفعها بالزايد نوعا ما ولم تكن مركزه كما ينبغي، ففوت على نفسه فرصه اضافه الهدف الثالث للمولوديه وفرصه تسجيل الهدف الاول في المباراه له. طبعا ما زالت مستمرة هذه المباراة قبل دقيقة ونصف عن نهاية الوقت الرسمي. لا المولودية متفوقة بهدفين مقابل صفر، والشباب سجل قبل لحظات ولكن من وضعية تسلل. الانطلاق الآن لصالح المولودية ولكنها ضيع مباشرة إلى التماس، عدم تركيز في استقبال الكرة. ياسين بالزبط يلعبها في الوسط، ياسين مع اللعب طبعا شرفة. العودة إلى شرفة، طويلة منه شرفة، البحث عن فوافي لكن عنتر بوشريتي يسترجع الكرة، يلعب مع زميله دمو. دمو يفتح باتجاه عزي. عزي ودمو لاعبا في اتحاد الحراش معا. الكرة دائما للمولودية المعاكسة. الأربع دقائق من الوقت بدل الضائع، يقول حكم المباراة ظاهرية هذه الكرة. قطعت من اللاعب شرفة، أدى دوره كما ينبغي اللاعب شرفة في دفاع فريق شباب قسنطينة. الكرة بين لاعبين تصل للمسعدية. ملوا لفريد من السعدية، اللاعب رقم 9 وجيلالين اللاعب رقم 22. بن شريفة يلعبها ولكنها ضاعت حتى نهاية الموسم. تلعب لعبة يعني في أداء اللاعبين على أرضية الميدان، ولو أنه ليس كل فريق ضمن بقاءه بعد. يعني هذه المباراة خاصة من جانب قسنطينة وكأني بفريق خلاص أنهى الموسم وضمن البقاء. صحيح.